جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني لديهم معلومات وافية وكافية عن تحركات المجاميع الإرهابية في عموم مناطق العراق، خصوصا بعد عام 2014 بعدما امتص العراق الصدمة واستطاع أن يعيد الثقة بالقوات الأمنية والأجهزة الأمن الوطني والمخابرات. أصبحت عمليات نوعية. الاستعداد والاعتماد على تقدير الموقف للسلطات الأمنية العراقية هي في أتم الجهوزية، وبالتالي النتاجات التي تحصل على أرض الواقع من المتابعة والمسايرة حتى تحقيق الأهداف المهمة، وبالتالي العمليات الأمنية الأخيرة التي تبناها جهاز الدولة والتي كانت في دقة عالية من تحقيق الأهداف، وبالتالي هذا يعطينا رسالة أن الجاهزية الأمنية العراقية هي في أتم الاستعداد. يعني من المهم جدا استمرار العمليات العسكرية سواء في محافظة الأنبار أيضا بالمحافظات الأخرى، تفعيل الجهد الاستخباري في هذه المحافظات على اعتبار أن هنالك خلايا نائمة لا زالت موجودة ممكن أن تهدد الأمن المحافظات في أي وقت، بالتالي مثل هذه العمليات تحيد من العناصر الإرهابية وتبعدهم على الأقل عن المناطق ممكن اللي تكون حساسة على المستوى الأمني. حياكم الله. في الأنبار إرهاب يقتل ببطء، فعمليات الانتعاش بالأموال توقفت والمصالح المشتركة مع النفوذ انتهت، والأطراف التي كانت تبحث عن تهديد الأمن كملجأ للضغط السياسي باتت تبحث عن ملجأ يحميها فقط. لسنوات ونحن نردد عبارة بأن الحواضن هي نقطة القوة للإرهاب، وهذا ما أنتج ودعم داعش وفسرته جرائم التمدد الوحشي، وما بين مقتنع بالوصف وناقد. عملية في صحراء الأنبار تضرب أهم المعاقل وتردي 14 قياديا في التنظيم، فهل هذه الرواية هي رواية الألف ليلة وليلة أم هي واقع يجهله من يريد ذلك؟ كواقع مفاوضات البنك المركزي في نيويورك والذي ذهب وفي سلته الشروط ولم يعد بعد وأصبح مشروط، من منحنا إشراك 13 مصرف بسوق العملة واشترط علينا الدرهم الإماراتي؟ أما المصارف المحظورة فإما التعاقد مع شركة دولية أو يبقى الحال كما هو، فلا نعلم من وضع الشروط ومن طبقها، هل هو أبو الحواضن في ملفنا الأول أو البنك المركزي الثاني في ملفنا الثاني؟ أهلا بكم. ملفنا الأول راح يكون عن عملية صحراء الأنبار التي نفذتها جهاز المخابرات العراقي بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف الدولي. محور حديثنا بهذا الملف راح يكون مع الخبير الأمني الأستاذ مخلد حازم، حياك الله. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب بالقيادي في عشائر الأنبار الشيخ قطر السمرمت، حياك الله شيخ قطر. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. بداية أستاذ مخلد أبدأ معك بتعريف الحواضن للإرهاب، بالفعل اليوم اكو حواضن في الانبار للارهاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك ولضيفك ولمشاهدين قناه الايام. يعني اكيد دائما الارهاب يبحث عن حواضن لاجل ان ينشا ويتموضع وبالتالي يحقق الغايه والهدف الذي هو يبحث عنه. بالتالي اليوم اذا ما اردنا ان نبحث عن الحواضن التي ممكن ان يستغلها عصابات داعش فهي لا يمكن مقارنتها بما كانت قبل 2014. كانت هنالك بعض يعني المحافظات
ترى في أن يعني يعني احتضان الإرهاب أو احتضان عصابات داعش هو جزء من رؤية تبلورت لديه بأن هؤلاء هم أفضل من الحكومة التي كانت يعني بس هسه تبدل الوعي، شافوا وحشيتهم وجرائمهم. نعم، ليش اكو بعد حواضن بالأنبار؟ لا يمكن اليوم اذا ما اردنا ان نبحث في مناطق وادي الشاي، وادي زغيتون، طيبيجه، المناطق الغير ممسوكه امنيا، وكذلك في وادي حوران ووادي الغدف، فكل هذه الاماكن لا يمكن يعني لاي شخص ان يكون حاضنه لارهابي. هؤلاء هم مجموعات هي اصلا بعد 2017 وبعد انتهاء العمليات العسكرية حاول الذوبان في الحياة المدنية بوجوه وأشكال استطاعوا من خلالها الاختفاء، لكن المتواجدين اليوم واللي تم إلقاء القبض عليهم أو تم استهدافهم من خلال الطائرات العراقية وطائرات التحالف الدولي، يعني هؤلاء هم وضعوا نفسهم في هذا الموقف أو هم وضعوا نفسهم في هذا الوادي بدون أن تكون لديهم يعني حواضن. 14 قيادي لداعش الإرهابي استطاعوا تذويب أنفسهم داخل المجتمع الأنباري. أكثر 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 من هذا العدد موجود. أكثر من هذا العدد. الكثير كثير من العمليات التي حدثت سواء في صلاح الدين، في ديالة، في سامراء، وفي حتى كركوك، وكذلك في الأنبار. يعني لما تم إلقاء القبض عليهم هو في وقت من الأوقات يعني نراه راعي غنم، في وقت من الأوقات نراه هي خلنا نتوقف عندها. أهل الأنبار يعرفون الشخص الغريب اللي داخل لمنطقتهم، هذا ابن منو، هذا فلان، هذا فلان، لأن كلهم ولد عشاية ولد قبائل من نفس الموضوع. هذا الإرهاب اللي يجي هو أكو عندك احتمالين، هو غريب، هو مو عراقي. ست فرح، احنا اليوم نتكلم عن وادي حوران وادي القذف، هذه مناطق صحراوية، يعني حتى في كثير من الأحيان القوات الأمنية يصعب الوصول إليها. من يوصل لهم أكل؟ من يوصل لهم سلاح؟ عندهم آلية وعندهم أكيد أماكن يتم من خلالها تزويدهم بالمؤن وكذلك بالمياه. الحواضن عراقية لو أجنبية؟ نعم، الحواضن عراقية لو أجنبية. أبدا، أنا لا أتوقع في هذا الوقت أن تكون هنالك حواضن، لأن اليوم الجميع عانى من الإرهاب، الجميع عانى من الإرهاب، بالتالي ما حدث في تلك المناطق سواء في حديثة، عشائر البونمر والعشائر التي تعرضت إلى ما تعرضت من الإرهاب لا يمكن أن تكون حاضنة، والدليل أن هنالك حشد عشائري موجود في الأنبار هي تحارب. لكن بالمقابل أكو من يؤمن، لا زال يؤمن بداعش أبداً كدولة يعني قليل إسلامية في قليل محافظة. لا 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 أبداً أبداً، أختلف معك في هذه الفكرة. اليوم الجميع يعني حتى وإن كان البعض لديهم هذه الأفكار لا يمكن أن يطرحها يعني علانية، لا يمكن أن يطرحها، لأن المقابل سوف يرده حتى وإن كان ابن جلدته، حتى وإن كان ابن مذهبه. إذن داعش مرفوض في محافظة الأنبار جملة وتفصيلا، ليس فقط في محافظة الأنبار، في كل محافظات العراق. شيخ سمرمد، أرحب بحضرتك من جديد وأسألك عن الحواضن في محافظة الأنبار، يعني هل بالفعل أكو حواضن اليوم تمنح الأسلحة، الأعتداء، الغذاء، الدواء لعناصر داعش؟ لا توجد أي حواضن في محافظة الأنبار. اليوم داعش انكشف على حقيقته، داعش هو مخابراتي دولي، هو يستهدف كل أبناء المكون السني بالأكثر. اليوم لا يوجد بيت في الأنبار ولا يوجد دار في الأنبار إلا وكان له شهيد. اليوم عشائرنا أنقذت آلاف الشهداء. اليوم إحنا اليوم رفعنا شهداء اثنين من عشيرة البنمر على طريق بيجي. لا توجد حواضن بالأنبار. اليوم كل الأنبار هي إسناد لقواتنا الأمنية، إسناد لجيشنا، إسناد لشرطتنا، إسناد للحشد الشعبي. اليوم أهل الأنبار هم يد واحدة في بيد القوات الأمنية. اليوم الأنبار هي لا توجد فيها يعني أمر قبض واحد غير منفذ. عندما يأتي أي عنصر أو يعني يريد يلعب بالأمن ما يسمحوا له العشائر. طيب، ولا أبناء العشائر. أكثر من آلاف آلاف مؤلفة من الشهداء أعطيت عشائر الأنبار. في الأمس في عام 2014 كانت هناك مشكلة ما بين الحكومة المركزية وما بين عشائر الأنبار بسبب بعض التهميش وبعض الظلم بالسجون، لكن اليوم ابن الأنبار عنده أهم شيء هو أن
يبقى هو وعائلته مؤمن، يعني مؤمنين عوائلنا. احنا طيب. تلقنا درس عشان الأنبار، تلقت درس لم بعد ما ينسيه، وهو درس التهجير ودرس ترك وظائفهم. اليوم الأنبار ما تسمح بعد لا داعش يعود ولا غير داعش. اي طيب. تنظيم اليوم يجي الأنبار هو مكشوف لي قدام. اليوم كل الأنبار هي تحت العلم العراقي وتحمل السلاح مع الجيش العراقي وجميع السلاح الموجود طيب. لدى العشائر لدى الأهالي. عندي تساؤل من حضرتك واحد. عندي تساؤل لحضرتك. عملية كبرى مثل عملية صحراء الأنبار تترجم لنا واقع المحافظة، يعني تترجم لنا أن هنالك حواضا نشطة لغاية اللحظة، ولا شو تفسر 14 قيادي من الشخصيات المهمة في التنظيم؟ ست الأنبار، الأنبار تمثل، يعني الأنبار هي 55% من مساحة القطر العراقي. اللي المستغل من الأنبار هو 5% فقط ساكنين سكان، أما الباقي هو صحراء. يعني اليوم الأنبار حد ثلاث دول، السعودية والأردن وسوريا. حدودنا مع سوريا 550 كيلو متر، مع الأردن أكثر من 200 كيلو. اليوم أكثر من 850 كيلو متر هي حدود، يعني أكثر من 4 فرق للحدود، أكثر من عمليات الجزيرة وعمليات الأنبار. لا يمكن على السيطرة على الأنبار، يعني الأنبار مو بغداد أو الكوت أو الحلة، هي عبارة عن مسافة صغيرة. اليوم بين قضاء بين ناحية البغداد وبين الرفح هي 450 كيلو متر، صحراء كلها صحراء 450 كيلو متر. بين قضاء القايم قضاء الرفح 350 كيلو متر، مئات الآلاف الدوانم، ملايين الدوانم، وإنما صحراء كبيرة هي فارغة عبارة عن تراب. دائما ما داعش يستغل رعاة الأغنام، يأخذ من رعاة الأغنام، يأخذ الأكل، يأخذ الشرب، طيب حتى الزكاة. لأن كون اليوم الأنبار اللي جيشنا، يعني اليوم جيشنا نحتاج بالأنبار، إذا نريد نمسك كل الأنبار نحتاج أكثر من 40 فرقة جيش. يعني لأن الأنبار اليوم بقد العراق، بقد نص العراق، يعني بقد كردستان وبغداد والبصرة. أي بس يا 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 شيخنا الكريم، يا شيخنا الكريم، عدد نفوس الأنبار ليس بالعدد المهول. يعني أنتم اليوم كعشائر عراقية أصيلة وكريمة، معقولة ما تعرفون من الشخص الغريب؟ يعني 14 قيادي، هل كانوا من جنسيات أجنبية لو عراقيين حالهم حالنا؟ الشخص الغريب هو يسكن بالصحراء، بعمق الصحراء، عندما كانت عشائرنا مدعومة بالوقود والأسلحة، كانت يذهبون العشائر لقتل عصابات داعش. لكن اليوم العشائر غير مدعومة، اليوم العشائر غير مدعومة، وإنما هناك أصبح تساؤلات العشائر والسجون. يعني قبل فترة سجنوا من 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 أكبر الشخصيات اللي كان قاتل داعش، خذوا رموه بالسجن لمدة 5 أيام. إضافة إلى الدعم اليوم للعشائر، لحج العشائر غير موجود. اليوم نحتاج وقود من قبل منو؟ من قبل الحكومة وعدكم دعم؟ ما عدنا أي دعم، أي دعم ما عدنا أي دعم. شنو الدعم التردوه حتى تحمون محافظة الأنبار من دخول الأجانب أو الغربة إلى محافظتكم؟ ما عدنا أي دعم. هسه أناشد السيد محافظ الأنبار وأناشد قائد شرطة الأنبار بأن ما يصير إحنا نترك الملف الأمني على الجيش، والجيش اليوم هم ولدنا، لكن الجيش ما يتحمل كل شيء. إحنا كعشائر مستعدين عندما يدعمونا بوقود، عندما يدعمونا فقط بعجلات ووقود، سوف تكون الصحراء اليوم فارغة، لأن هم الموجودين بالصحراء أعداد قليلة جدا، ولا يمكن أن يستهدفون إلا يستهدفون الأبرياء أو يستهدفون النقاط الضعيفة أو المدنيين أو الرعاة. لكن اليوم داعش ما يقدر يستهدف بعد لا نقطة حذرة ولا مركز حذر ولا مدينة حذرة. داعش الآن هو انهيار كامل، موجودين أحداث قليلة جدا، مفارز لا تزيد عن 4 أشخاص إلى 5 أشخاص، يبعدون عن المدن 150 كيلو إلى 200 كيلو. هناك مواقع بالقذف والحزيمين، والموقع الآخر هو في شمال مدينة راوة بالصحراء. قبل فترة كان هناك اجتماع مع قادة الجيش، وإن شاء الله الجيش مقصرين، لكن إحنا نريد من محافظتنا، نريد من محافظنا يدعم أفواج العشائر. وضحت الفكرة. تعقب عصابات داعش في الصحراء. طيب وضحت الفكرة. أكثر من 20 واجب، قتلوا أكثر من 40 قيادي في الصحراء على مستوى من عام 19 و20 و21 و24، عندما كانت العشائر مدعومة
باموال وقود فقط، يعني كان المحافظ السابق يدفع للافواج مال العشائر 15 مليون الى 10 ملايين. طيب وضحت الفكره، السيارات والغرض وقود. نعم اي وضحت الفكره. اذا استاذ مخلد الشيخ ايش قال؟ قال الخلافات السياسيه لانه كان المكون مهمش، كانت اكو ضغوط سياسيه، الشباب بالسجون، لذلك كانت فكره الاستقطاب داعش. طيب اليوم اكو خلافات في محافظه الانبار، خلافات سياسيه عميقه جدا، ممكن هذه الخلافات تعيد سيناريو داعش؟ ابدا. شو ابدا، موضوع داعش موضوع انتهى. انا من وجهه نظري الموجود اليوم في العراق هو بقايا لعصابات داعش. هذه البقايا يعني اذا ما اردنا ان يعني ناخذ فد احصائيه بهم، هم لا يتعدوا يعني بالكثير 1000 شخص. هؤلاء ماكو في كل العراق، في كل العراق مو في الانبار، في كل العراق. في كثير من الاحيان يحدث تسلل، وهذا التسلل هو من يحاول ان يدعم به الموجودين من العصابات الموجوده، وهي تعمل وفق اللامركزيه الاداريه، عبارة عن خلايا منفردة، مجموعات هي توظف نفسها ونفسها من خلال اللي قامت يعني للقيام بالعمليات، وبالتالي هي تريد أن تثبت وجودها على الأرض. في كثير من الأحيان هي أوراق تستخدم من قبل أمريكا. يعني نحن نرى أن هذه بس أمريكا لها أذرع داخلية بالعراق. لا لا، أمريكا شوفي، أمريكا يعني عندما نتكلم سبب الإبقاء على مخيم الهول في الحدود العراقية السورية والسجون الموجودة وحمايتها من قبل قسد التي هي محمية من قبل الولايات المتحدة، نقول أن أمريكا لديها أدوات ولديها أوراق ضغط، ممكن هذه الأوراق في أي وقت من الأوقات تحاول أن تلعب بها. لذلك نرى بين فينة وأخرى عندما يكون هنالك خلاف على موضوع معين، خلاف سياسي، قوات التحالف هي من قامت بالعملية وانطت الكثير من جنودها كجرحى، شنو هذا التناقض؟ لا من باب تدعم داعش ولا من باب تسوي عمليات للقضاء على داعش. اي بالتاكيد. شلون هذا هي هي, هي الولايات المتحده او التحالف الدولي ما كان بامكانه مثلا ايقاف تقدم عناصر داعش اللي تقدموا باتجاه ربيعه من سوريا الى العراق، وهم عدد يعني لا يتعدى 200 شخص، واستطاعوا ان يحتلوا محافظه الموصل وهم كانوا متواجدين والمراصد موجوده وكل شيء. نتكلم عن أجندة، هذه الأجندة ممكن أن تنتهي في وقت معين. العراق أصبح يعني بلد لا يمكن لداعش أن يحلم بدولة التمكين فيه، لذلك هو دولة بس ممكن يرجع لك داعش بسيناريو آخر، ما يرجع بسبب الخلافات هذا السياسية. أنا من وجهة نظري هذه أجندة انتهت. داعش اليوم يطمح في دول شمال أفريقيا ودول وسط أفريقيا، في دول أوروبا، في القوقاز، في هذه الأماكن، في خراسان بدأ داعش هنالك ينشط، لأن الأرضية صلبة هناك والحاضنة موجودة في أفغانستان وغيرها من هذه الدول، فلذلك هو بدأ ينشط. المتواجد في العراق وفي سوريا أنا أرى أنها يعني مجرد أوراق ضغط تستخدمها الولايات المتحدة في كثير من الأحيان. لذلك عندما نتكلم عن الحواضن يستحيل أن يكون اليوم في أي بيت عراقي أن يسمح لنفسه أن يكون حاضنة لعصابات داعش. نحن نتكلم عن داعش اليوم متواجدين في صحراء، هذه الصحراء يعني لا يمكن لابن الأنبار أن يعرف من هو هذا موجود. غريب، شلون توصل لهم الأكل، الشرب، الأسلحة، أدهم قاعد بالصحراء كل شيء ما يوصل لي. أتمنى لو يعني لو كان جبتك الخارطة مال وادي حوران والخارطة مال وادي منو يدعمهم أستاذ مخلد؟ يعني في كثير من الأحيان يعني أنا أرى أن هنالك يعني تسريبات من خارج الحدود، تسلل من خارج الحدود. تسلل من خارج، نعم. هاي نقطة يعني مهمة. نعم. يعني من الجانب السوري أستاذ مخلد؟ ممكن، لأنه نتكلم عن شريط حدودي أكثر من 605 كيلو. هذا الشريط الحدودي في كثير منه صحراء، يعني عندما نتكلم عن حدود هذه المنطقة، الحدود العراقية السورية. بعد وين الكاميرات الحرارية؟ وين الطيارة؟ أكو مناطق بها خواص الرخوة. خواص الرخوة. يعني أنا في يوم من الأيام أنا طلعت، كنت يعني عندما كنت في الوظيفة طلعت في هذه المنطقة وكان لدينا واجب لمراقبة المراصد الحدودية اللي كانت موجودة في ذاك الوقت. يعني ما بين مرصد ومرصد هي بحدود مسافة في ذاك الوقت كان 10 كيلو. يعني أنا حتى في يوم من الأيام قلت أن الله حامينا، لأنه هذه المسافة ممكن أن يتسلل منها التهريب، كان في ذاك الوقت تهريب ولا أمن ولا شيء ولا مكان كاميرا. ما كان موجود. اليوم نتكلم عن نفس
حتى لو وجدت يعني التقنيات التي تكلم عنها حرس الحدود انه موجود خندق، موجود اسلاك شائكه، اسلاك منفاخيه، كلها موجوده، لكن هم يعلموا من اين يتم التسلل، لان هنالك خواص الرخوه. الخاص الرخوه المهمه يعني في المنطقه الغربيه قد تكون ضعيفه جدا، لكن الخاص الرخوه المهمه في المنطقه التي يتواجد فيها قوات سوريا الديمقراطيه، هذه لا يوجد تبادل معلومات امنيه بين العراق. هذه كلها النقطه مفهومه. سؤال لحضرتك، ليش المكون السني مشلب بالقوات الامريكيه ما تقبل تطلع لما داعش انتهى، لما الامريكان ما يعرفون يجيبون كاميرات حراريه؟ ليش مشلب؟ ما يوافق على انسحاب القوات الامريكيه. يوافق على انسحاب القوات الامريكيه؟ هو ما مكلف، هو حتى اذا المكون السني وافق او ما وافق لشيء، القوات التحالف والقوات الامريكيه تاخذ بكلام المكون السني. عندك اغلبيه عندك اغلبيه برلمانيه يتوحد المكون الشيعي والمكون السني، بيقول له لا للمحتل، احنا ما نريد قوات. الامر الامر والقرار الامر والقرار بيد رئاسه مجلس الوزراء، لانه في 2014 وزارة الخارجية العراقية خاطبت الأمم المتحدة بطلب المساعدة لحرب داعش، واليوم لحد هذه اللحظة إذا كانت نية موجودة على وزارة الخارجية أن تقدم هذه المذكرة أولا. كنواب سنة، كنواب سنة، هسه أنت تقول لي حدود خاصرة رخوة وعايشين بحماية الله، ما موفرت لك، تقول لي الأمريكان دا يستخدمون ورقة داعش كضغط على القوة السياسية في العراق. ما أنا ما قلت قوة سياسية، أنا قلت هذه ورقة تستخدم لأجنداتهم. شنو هي الأجندات؟ أجندات قابل يضغط عليك لو يضغط عليك. الأجندات شنو هي؟ ما نعرف. يضغط بها يعني على المكون السياسي صاحب القرار، خب ويضغط بها على المواطن. يضغط بالورقة الاقتصادية، هو أفضل من داعش. يعني هو الورقة الاقتصادية هو يعني هو ممكن إذا قطع الرواتب يعني يخلي المواطن هو يثور على الحكومة وانتهى الموضوع. يحتاج يعني داعش؟ ما يحتاج زين. لعد ليش التصريحات الامريكيه دائما تهدد بداعش وكانما داعش بعبع؟ والله اذا احنا انسحبنا يرجع داعش. هي والله اذا احنا هسه اذا انتم انا من تكلمت قلت هسه اذا انتم يعني كمحللين وخبراء عسكريين وامنيين تقولون انتهى داعش. نعم، بالنسبه للعراق ينسحب الامريكي ونبقى مرتاحين. لا يمكن يعني لداعش ان تحلم بدوله التمكين كما كان سابقا. فبالتالي الولايات المتحدة لا الأمر لا بيدي كسنة ولا بيد الشيعة، ولا طبعا الشيعة مو كلهم مناسبة، صحيح مو كلهم يعني ثاني أقول ليش ما يوحد القرار لطرد الأمريكي بدل ما يقعد يضغط علينا؟ شلون يضغطهم؟ وسكوا جولات يا حوار. احنا احتاجيناكم في سنة، هاي الورقة احنا محتاجين. هو الله قرار بيد الحكومة مو بيد البرلمان، ما إلى دور يضغط. بيد الحكومة، بيد الحكومة، بيد الحكومة. طيب القرار. أستاذ سمرمد، بصراحة أرد أسألك، اليوم الخلافات السياسية في محافظة الأنبار تلقي ظلالها على الواقع الأمني، لأنه هذه ضريبة الخلافات السياسية، فقط يدفع ثمنها المواطن في محافظة الأنبار، تتفق لو لا؟ الخلافات السياسية اليوم ما لها علاقة بالواقع الأمني، لأن اليوم الملف الأمني هو بيد إخواننا من المكون الشيعي، كما قال عام القوات المسلحة هو من المكون الشيعي، أخونا الأكبر رئيس الحشد الشعبي هو المكون الشيعي، وزير الداخلية، أما وزير الدفاع فهو منصب تشريفي، اغلب امور الدفاع يقوم بها رئيس اركان الجيش ومعه رئيس اركان الجيش. لكن الخلافات السياسيه يعني تاثر على المواطنين لكن ما تاثر على الامن، لكون اليوم اغلب سياسي الانبار هم ما لهم سلطه تشريعيه، مو سلطه تنفيذيه ابدا. يعني حتى منصب رئيس مجلس النواب اليوم هو لمده عام الا شهر هو لدى المكون الشيعي، فيعني أعضاء مجلس النواب اللي هم تقولين عليهم هم ما يقبلون يطردون الأمريكان، ما لهم علاقة هم، لكون اليوم القرار معروف إذا القائد العام القوات المسلحة عندما يقوم قائد العام القوات المسلحة بطلب من وزير الخارجية أو السفير الأمريكي بانسحاب القوات الأمنية، القوات الأمريكية راح ينسحب القوات الأمريكية. لكن كذبين اللوم على المكون السني، المكون السني اليوم في أضعف حالة يعيشها منذ عام 2000. يا شيخنا الكريم، ليش صار المكون السني في أضعف حالة؟ ولم أنسب عدم خروج القوات الأمريكية على المكون، هنالك أكراد، هنالك بعض النواب الشيعة لم يوافقوا على خروج القوات الأمريكية، لكن أستاذ مخلد قال أنه ورقة داعش تستخدم للضغط على العراقيين. أمريكا هي الآن قوة تحالف دولي، اليوم 60 دولة بالعالم هي تدفع لأمريكا ثمن الصاروخ اللي ضربوه على داعش. يعني امريكا اليوم
صاروخ امريكي والفلوس من 60 دوله، الطياره اللي تطير اليوم يحسبوا لها مليون دولار تدفع 60 دوله، العراق احد الدول. اي مو هو هذا سؤالي، هو هذا سؤالي. عايشه على التحالف الدولي. هو هذا سؤالي، ليش ما يتم تسليح العشائر في محافظه أمريكي. الانبار وانتم تحمون اراضيكم وانت تقول احنا ندل الصحراء وباستطاعتنا السيطره؟ احنا هسه من هذا البرنامج اطالب بخروج القوات الامريكيه ولا ابقى القوات الامريكيه، لكن القوات الامريكيه من راح تسمعني اطالب راح تطلع ما تطلع. اليوم تحالف من 60 دوله يدفع ملايين الدولارات مليارات الدولارات للتحالف الدولي، 60 دوله تدفع هاي الاموال، اموال طائله، هي مخلى الجيش الامريكي الجيش الاول على العالم بحجه داعش. اليوم امريكا ما تقضي على داعش لان هي عايشه مع داعش بحجه داعش. امريكا تاخذ خاوه من 60 دوله، اذا انتهى داعش امريكا منين تعيش؟ بالعكس. اي والله سؤال وجيه جدا. عناصر بقاء داعش هي التحالف الدولي. سؤال وجيه جدا. نعم. استاذ مخلد، اذا انتهى داعش امريكا منين تعيش؟ هذا ما تفضل به الشيخ السمرمد. امريكا يعني هي ليس يعني تعيش في هيكليتها او آلياتها العسكريه والشركات والصناعات الامريكيه، يعني بمجرد انها موجود داعش وهي تحتاج على هذه الدول. بالمناسبه يعني اليوم اللي نتكلم عن التحالف، نتكلم عن التحالف الدولي، التحالف الدولي ترى اليوم ما بقى يعني بالعدد الذي تم انشائه في عام 2014. ليش بالكميه لو بالنوعيه؟ لا هو يعني هو اكو دول بها نفر، يعني اكو بها دول ثلاثه، اكو بها دول 15. تاخذ فلوس على محاربه داعش؟ تاخذ فلوس يعني؟ بالعكس امريكا قاعد تعطيهم فلوس. امريكا تطفي فلوس الحكومه العراقيه؟ مو الحكومه العراقيه، التحالف الدولي. التحالف الدولي من ياخذ؟ التحالف الدولي. شو تقول استاذ سمرمد؟ محاربه داعش 60 دوله تدفع فلوس الامريكا. شلون؟ شنو هي؟ عند ما ينتهي داعش شلون تدفع لهم؟ ما حد ينطيها فلوس. آلية تدفع لهم؟ بأي آلية تدفع الفلوس؟ هاي الأفراد 15 شخص. بأي آلية تدفع لهم؟ الموجودين بالصحراء هم لاستفادة أمريكا. اليوم أمريكا شوف يحتاج أمريكا هذا إي لعد ليش كل ساعة تهددنا؟ لعد ليش كل ساعة تهددنا بداعش؟ كلام ومنطقة أجندات الأمريكية. أجندات الأمريكية مو بقية التحالف الدولي على مود وضعها. وضحت فكرتك، وضحت فكرتك شيخنا الكريم. الأماكن بالصحراء ممنوع حد يعبرها. إي أقول لك أكو بعض المناطق بالصحراء ممنوع أحد يعبرها، زين شنو التفسير؟ الأجندة الأمريكية لا أنا ولا أنت نقدر نفهمها وآلياتها للمستقبل. أمريكا اليوم وجودها بالعراق لأهداف وغايات استراتيجية وليس لبقاء داعش أو الاستفادة واللي تحتاج على ما على التحالف الدولي. الولايات المتحدة بأنها قوة لا تقهر، يعني هسه حتى يعني احنا عجزنا عن فهم الجانب الامريكي. انت تقدر بسهوله تعرف الجانب الامريكي وياك وراح يفيدك لو ضدك وراح يدمرك، يعني اقصد ما تستحق كل هاي الفرق. احكي لك اياها بصراحه، الامريكان ويانا لو ضدنا. امريكا باي امريكا اليوم تعتبر العراق بعدها الاستراتيجي. لا انا ما احكي عن هو ده اقول لك كيف امريكا شو تريد تعتبر تعتبرها خلفها. لذلك احنا كعراقيين هسه اليوم انت مواطن عراقي وانا كذلك، من مصلحتنا انه نبقى مع قوات التحالف الدولي في هذا الوقت؟ أي؟ نعم. وبغير وقت في الوضع الطبيعي في الوضع المستقر وفي الوضع اللي تكون ادوات الردع العراقيه زين؟ قادره على حمايه ارض وسماء البلد، فبالتالي احنا السماء كلها بيد الامريكان ولم يقدموا اي شيء للعراقيين حتى يتحرر من هذه النقطه. هذا صوت المفاوض العراقي اللي من 2005 لحد هذه اللحظه عندما يجلس للتفاوض يجلس من 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 منطلق الضعف وليس من منطلق القوه، فبالتالي عندما امريكا ترى هذا الوضع اكيد هي تذهب بهذا الاتجاه. اليوم كثير من الدول احتلتها امريكا يعني واستباحتها امريكا، لكن استطاعت يعني عندنا مثال والله امريكا اي دوله طلعتها ما طلعت الا بالقوه العسكريه، ماكو يعني. اذكر لي من فيتنام مثل من فيتنام نهايتها افغانستان. امريكا ما تطلع الا بالقوه. فيتنام تختلف عن وضع العراق. اليوم احنا عندنا حكومه رسميه، وافغانستان هم تختلف من اخذوا كلاب ومتركوا. هم راحوا جابوا طالبان بطياره خاصه ونزلوهم بافغانستان. ليش هو جو هيك من عندهم؟ شيخ سمرمد من فضلك ب30 وضحت الفكره ب30 ثانيه، ممكن ان ترد على ما تفضل به ضيف الكريم. والله امريكا يقول ويانا ضدنا، لا امريكا ضدنا، وامريكا بقاء داعش من بقاء امريكا، بقاء امريكا من بقاء داعش. امريكا المفروض ان ترحل عن العراق وتدع للعراقيين
أن يحموا أنفسهم. اليوم الجيش العراقي قاتل عن العالم أجمع، والجيش العراقي نقدر نقول الأول بالعالم مقاتل داعش. إذا سحبت أمريكا الجيش العراقي ما يطول الداعش عشرة أيام. شكرا، شكرا جزيلا القيادي في عشائر الأنبار الشيخ قطر السمرمت، حياك الله. شكرا جزيلا الخبير الأمني مخلد حازم، نورتنا في حصاد اليوم. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. ختام ملفنا الأول راح يكون بأبرز ما جاء في منصة إكس حول عملية صحراء الأنبار، لنتابع. ملفنا الثاني راح يكون عن زيارة وفد البنك المركزي العراقي إلى نيويورك وأبرز الحوارات والاتفاقات المشتركة في مقدمتها انضمام 13 مصرف عراقي بعمليات التحويل الخارجي. راح نفتح وياكم بتقرير شيبان سامي لنتابع. العراق ينجح بفك القيود على 13 مصرفا عراقيا من خلال جولة تفاوض أجراها وفد البنك المركزي في نيويورك. يأتي ذلك في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز تنوع العملات وتسهيل عمليات التحويل الدولي لتلك المصارف، فضلا عن تحديد نطاق العمل مع شركات آي واي الدولية في عملية التحويل الخارجي. سفراته الأخيرة إلى الولايات المتحدة ومحاولة إصلاح الوضع بينه وبين بعض المصارف المعاقبة التي ممنوع عليها التحويل الخارجي، فحاول العراق أن يوجد بديل لتلك المصارف، فسمح لي 13 مصرف بالأيام الأخيرة لكي تتعامل بالعملة مثل ما يقال الصعبة، ولم يقتصر تعاملها على الدولار، وإنما أوجد منافس أيضا للدولار أو بديل للدولار، والين الصيني، الدرهم الإماراتي، وعملات إضافة إلى اليورو الأوروبي، وإضافة إلى عملة أخرى أيضا، وهذا ما يخفف الضغط على الدولار. إزالة العقوبات على المصارف ستنعكس بالضرورة على رشاقة وكفاءة الجهاز المصرفي وإعادة الثقة به، وستساهم بالاستقرار المالي، وهو ما سيساعد نمو الاقتصاد العراقي في توسيع آفاق التعاون الدولي مع الأسواق العالمية حسب ما يراه مختصون. نجح المفاوض العراقي في رفع بعض العقوبات على هذه المصارف، هذا بالتأكيد سوف يكون له نتائج إيجابية على الواقع من خلال إعطاء أو صرف الدولار من منافذ متعددة، وبالتالي لن يكون حكرا على بعض المصارف، وسوف يكون عملية تداوله بطريقة يسيرة أكثر مما كان عليه. بالمقابل سيرفع من قيمة رصانة الاقتصاد العراقي للدول المجاورة والدول الإقليمية التي كانت لديها انطباع سيء نوعا ما على المصارف الأهلية، فهذه خطوة بالاتجاه الصحيح. ويؤكد البنك في بيان صحفي سيكون لهذا التحول انعكاسات مهمة في استقرار عملية التمويل التجارة الخارجية للبلد، والذي سيؤدي إلى تعزيز كفاءة النظام المالي في العراق. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. محور حديثنا في ملفنا الثاني راح يكون مع مسؤول شعبة التخطيط والمتابعة بغرفة تجارة بغداد الأستاذ عمر السوداني. حياكم الله. أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب بالخبير بالشأن المالي والمصرفي الدكتور أحمد هذال. حياكم. أهلا وسهلا.
أستاذ عمر أبدأ وياك. البنك المركزي راد يعالج موضوع المصارف المحظورة، طالبوه بالتعاقد مع شركة دولية، فرضوا عليه شروط بدل ما هو يفرض عليهم شروط، والشارع منقسم بين هذا الرأي وذاك الرأي، شنو رأي حضرتك؟ تحية حب واحترام وتقدير لقناتكم الموقرة وجمهوركم الكريم. هذه المواضيع بحد ذاتها هي خالقة فد أزمة في الأسواق المحلية وفي سوق العمل التجاري في العراق بصورة عامة. هذه فرض الشركات وفرض العقوبات وفرض تولد مشاكل عقيمة في موضوع الحوالة، لأنه إحنا بصراحة بلد بالعراق بلد يستورد ومستهلك، فكثرة الحوالات اللي موجودة بهذا بالبلد تأثر على تأثير سلبي بحد ذاته عن موضوع ضعف الحوالة أو عدم إدارة الملف بشكل صحيح أو معقد. هذه النقطة هسه اللي المعقد هذه معقد صحيح سيء، شنو البنك المركزي بدل ما هو يشرطون عليه التعاقد مع شركة دولية لمتابعة هذا الموضوع معقد ويولد مشاكل داخل الحوالات وداخل عملية الحوالة من العراق إلى جميع الدول، فسبب لنا ارباك بصراحه بالاسواق المحليه ومعاناه الاخوان التجار بهذا المجال. كان الموضوع جدا عقيم وجدا صعب. بس هسه ما لقينا له حل. هسه اريد اسالك بصراحه انت كمتخصص، الدرهم الاماراتي ايش راح ينفع التاجر؟ يعني شنو تعاملنا احنا بالدرهم الاماراتي؟ ست مو احنا نستورد، هذه الخطوه شنو هي؟ لا ست مو احنا بالنسبه ان هذا يخفف العبء، انا حكيت فيها بصراحه ايه؟ يخفف العبء لانه كل دوله تحول لها بالعمله مالتها اللي التعامل الدولي مالتها، لكن احنا شنو اللي نريده؟ زياده المصاروف وزيادة كثرة المصارف بالحوالات التجارية راح تخدم الأسواق المحلية. بدينا أول خطوة إحنا بلجنة دعم الدينار العراقي بالعمل بحث التجار إلى الحوالات من قبل المصارف، لكن ما لقينا بصراحة من المصارف بحد ذاتها تسهيل بالعمليات، لأنه هم أساسا مثل ما تفضلتي يفرضون شروط، هذه الشروط التعجيزية هي اللي قاعد تتعب التاجر، هي اللي قاعد ما تخلي التاجر يلتجئ للحوالات. تأخير الحوالة يعني كان التاجر العراقي يحول الحوالة بعشر دقائق هواي. هل يتم الاستفادة من تأخير الحوالات؟ بالعكس أذية، أذية للتاجر، لكن الجهات المستفيدة من تأخير الحوالات تستفيد منها أي جهة؟ لا طبعا ما مستفيدة، لكن هنا أنا يعني المشكلة يعني هسه احنا الدولة العراقية ليش ما تقدر تضبط إيقاع توقيت الحوالة توصل بوقتها؟ ست مهمة بالنسبة لهم مثل ما تفضلتي يفرضون عليهم شروط بأنه يأكد الحوالة، منين طلعت الحوالة، منين اجت الحوالة، شنو الكمية اللي دخلت، مع معلومات التاجر الموجودة حتى التاجر يشتغل بالتجارة خلينا نقول النظيفة. طيب أستاذ هذال، كيف ستنعكس خطوة إضافة 13 مصرف إلى سوق العملة؟ شوفها إيجابية أو سلبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولقناتك الكريم ولضيفي الكريم المشاهدين الكرام. حقيقة مسألة التحويلات الخارجية يعني من الخطأ أن نفصلها عن مسألة تمويل التجارة الخارجية، لأنه الأساس بالموضوع هي تمويل التجارة الخارجية. والبنك المركزي في هذه الأيام يعني منذ نهاية عام 2022 ولغاية الآن يسعى أن يخفف من وطأة الأزمة اللي موجودة واللي هو جاي يمر بيها، واللي أعتقد أني بمجال تخصصنا أنه البنك المركزي ليس المعني فقط بقضية التحويل الخارجي، فسعر الصرف مشكلة متعددة الأبعاد ترتبط بوزارة التخطيط، وزارة التجارة، والجمارك بشكل أساس، وكذلك البنك المركزي والجهاز المصرفي المتخلف اللي حاليا من 2003 لغاية اليوم لم تجد هذه المصارف بنوك مراسلة بالخارج مثل ما وجدها البنك الأهلي العراقي. أنت وصفته بالمتخلف، طبعا لأنه الأدوات اللي جاي يستخدمها تعتمد كثيرا على الربح،
وعلى الفائدة اللي يجنيها من ثلاث أدوات أساسية. اليوم المصارف من 2003 لغاية اليوم احنا نتابع عملهم، يعملون بشكل دؤوب على مسألة سندات حوالات الخزانة اللي تطرحها وزارة المالية ويخصمها البنك المركزي، واليوم وصل مبلغ أكثر من 60 تريليون دينار البنك المركزي يطلب وزارة المالية ولم تسدد نتيجة خصم حوالات الخزينة، وهذا سبب الهيمنة المالية النفطية اللي يفرضها النظام الريعي بالعراق. ممكن تحكي على 60 تريليون؟ نعم. ليش وزارة المالية ما سددت للبنك؟ ما سددت لأنه أكو تخادم ما بين الجانب السياسي والجانب الاقتصادي بالموازنة العامة، وهي اللي مسيطرة على. هي مال شنو؟ هاي 60 تريليون. الستين تريليون بدأت بدأت هذه الديون. احنا من 2003 كان الديون العراقية 5 مليار دولار أو 5 تريليون فقط. 5 تريليون هي ديون ما قبل 2003 على المصارف العراقية، وتم تسديدها شيئا فشيئا، لكن بعد الصدمة المزدوجة اللي اطلقت عليها الصدمة النفطية العسكرية اللي تمثلت بتنظيم داعش الإرهابي وانخفاض أسعار النفط عام 2014، بدأت التحول بقضية الدين الداخلي، استخدام أداة الدين الداخلي من قبل وزارة المالية، وبعد ذلك تضخم هذا الموضوع. ما أود قوله في هذا المجال في قضية الـ 13 مصرف اللي اليوم البنك المركزي يسعى لدخولها بعملات أخرى، وباعتقادي أنه يجب أن تكون هنالك عنصر تسوية ما بين الدينار العراقي وهذه العملات. ما هي الوسيلة التي ستقيم؟ حتى أفهم يعني شنو عنصر تسوية؟ هو أنا جايب هذا الموضوع، ما هي الأداة الأساسية لتقييم العملات العالمية وكذلك العملة المحلية؟ الدولار. أيضا رجعنا إلى مسألة الدولار، من أين يأتي البنك المركزي العراقي بعملة الهندية والعملة الأردن عفوا الإماراتية وكذلك اليوان الصيني وكذلك اليورو؟ نترك الدولار هذه سلة ونتعامل باليورو. اليورو عملة دولية. جيد نتعامل به، لكن احنا اليوم وزارة المالية هي مالكة للنفط العراقي، والنفط العراقي يصدر عن طريق الإجراءات الدولية، يعني ليس بمعزل عن الإجراءات الدولية، عن طريق منظمة أوبك وهنالك حصص وغيرها، ولدينا حساب موجود في الولايات المتحدة الأمريكية ويباع بالدولار حصرا، يعني أكثر الأحيان نبيع النفط العراقي بالدولار لأهمية الدولار العالمي ويعني لسيادته بالاقتصاد العالمي حاليا. اليوم البنك المركزي بهذه الحالة سيحتاج إلى عنصر لتسوية هذه العملات أو يبيع النفط بالعملات الأخرى، وتلك العملات معرضة إلى الانخفاض طبعا، لذلك سيتم الرجوع مرة أخرى إلى الدولار. أنا برأيي إحنا اليوم من ذهب السيد المحافظ الدرهم الإماراتي إيش دخله؟ ليش صار حال اليورو؟ هسه أنا أفتهم نتيجة التجارة العراقية عملات عالمية، الدرهم شنو؟ مو نتيجة التجارة الكبيرة ما بين العراق والإمارات، هنالك وسطاء كبار التجار، يعني حتى لدينا تجار كبار كما يعلم الأستاذ وهو في متخصص في هذا المجال، لدينا كبار التجار العراقيين يعني يقيمون بالإمارات ولديهم شركات بالإمارات، شركات تصدير واستيراد. القضية الأخرى أنه أتمنى أنه البنك المركزي، وزارة المالية، وزارة التخطيط، وزارة التجارة يركزون على معالجة التجارة الخارجية، يركزون على مسألة الجمارك. اليوم مسألة الجمارك هي أس المشكلة، هنالك حوالات تخرج من البلد بفواتير قانونية، لكن التطبيق أو التطابق ما بين الحوالة الخارجية والسلعة الداخلة إلى العراق هنالك تفاوت كبير ما بين الاثنين، لذلك نجد أنه البنك المركزي في آخر يوم من الأسبوع الفائت باع أكثر من 270 مليون دولار، وهذا رقم جدا كبير، وبحقيقة يعني نضع الشبهات في هذه الأرقام، لأنه من غير المنطقي أنه يستورد العراق باليوم الواحد 270 مليون دولار، ولا تزال الفجوة موجودة وتمثل تقريبا 13 إلى 14% ما بين السعر الرسمي والسعر الموازي. وهذه راح تستمر؟ طبعا بالتأكيد تستمر ما لم يتم معالجة البنية الاقتصادية العراقية بالقطاع الحقيقي وكذلك هيكل الجهاز المصرفي. أستاذ عمر، عندنا مصارف انحضرت من التعامل بالدولار، شقد نسبة تأثيرها على التعامل التجاري، الحركة التجارية، أسعار الأسواق، شو راح تأثر؟
ست هذا الموضوع جدا عقيم بصراحة، وولد إرباك بالأسواق المحلية، وموضوع الحوالات، وموضوع المصارف اللي تستغل الظروف الاقتصادية. المرات يصير ضعف بالوضع الاقتصادي، هذه المصارف تستغل هذه الظروف وتقوم تشتغل شغل ما هو بمهني ولا هو بقيم ولا هاي هو ماكو جهة قانونية تراقبها. انا ست انا جدا صريح، ما خلي افصل لك الموضوع بشكل مبسط. آلية التعامل هذه المصارف ليش صارت للحظر؟ لأنه تعاملها سلبي وغير منتظم، ما حلت الأزمة بشكل صحيح. يعني مثلا أنا أسميها التجارة النظيفة، بأنه التاجر يستورد بضاعة من الدول للعراق ويحول إلى دولار أو يحولها إلى أي كافة العمل الموجودة. المصارف شو تسوي؟ تزود عملية الفاتورة، وتزود عملية إذن حتى هو تلاعب بالمبلغ. طبعا تلاعب بالمبلغ هذا يأثر إلى مشاكل. هسه هاي المصارف المحظورة من تعاقدت ويا شركة دولية، هل راح تحل الأزمة؟ يعني ما هذا ست احنا نشجع على هذا الموضوع، بانه التجاره النظيفه والتجاره الحقيقيه هي اللي تخلينا نتخلص من هاي الازمه. وبصراحه يعني المصارف ما ادت بشكل صحيح، فهذا هذا اللي يعني انت من مؤيدين التعاقد مع شركه دوليه؟ انا من المؤيدين لعدم وضع شروط معقده. أنا أريد الحواله تتحول بشكل صحيح. هسه المصارف وضعت تحت شرط التعاقد مع شركه دوليه والتعامل بغير الدولار، هذه الخطوه حضرتك هسه كتاجر شلون راح تاثر على السوق العراقي؟ ست هذا راح يسهل عمليه الحواله، بس احنا ما نعرف شنو الشروط اللي وضعوها لهم، شنو الشروط اللي وضعوها على الشركات وعلى هذا. انت من وجهه نظرك شنو الشروط؟ ما نعرف احنا، غير نعرف الشروط شنو اللي خلوها يعلنوها، يقولون حتى التاجر يعرف يتجنب المشاكل ويتجنب، يقول الوقايه خير من العلاج حتى يخلص نفسه من هاي المساله. زين استاذ احمد، حضرتك تقول انه الحوالات الخارجيه توصل الى 260 270 مليون دولار يوميا، وهذا ما يثير الشك والريبه. هسه راح نضيف 13 مصرف، ايش راح يصير؟ راح تزداد الشبهات لو راح تقل؟ يعني حقيقه مثل ما تفضل الاستاذ الكريم بقضيه الفواتير، تضخيم مساله الفواتير، احنا المساله الاساسيه خلينا نعالج قضيه التجاره الخارجيه. هل حقيقي احنا يعني ما اعتقد انه بالبنك المركزي وكذلك وزاره الماليه وكذلك الخبراء الاقتصاديين والأساتذة الاقتصاديين، ما أعتقد ينقصنا الخبرة الكافية لتحديد كمية الاستيرادات الخارجية، وبالتالي نحدد معدل الطلب اليومي على الدولار حتى نعالج لا هنالك أرقام متضاربة. مرة وزارة التخطيط تنشر تقول إحنا سنويا استوردنا 60 إلى 65 مليار دولار بالسنة سنة 23، مرة نجد أنه البنك المركزي لديه بيانات تختلف، مرة نروح إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية أيضا نلقي أرقام مختلفة عن قضية التجارة الخارجية. ما عدا عمليات التهريب طبعا، ما عدا الشمال، يعني المنافذ اللي موجودة بالشمال هذه تدخل وبدون أي ضريبة وبدون أي جمرك من قبل حكومة المركز، وهذه أيضا مشكلة كبيرة جدا تؤثر على التجارة الداخلية بالعراق وتقلل من الإيرادات الجمركية، إضافة إلى الإيرادات التي لا تصل إلى الموازنة أصلا. يعني اليوم إحنا خلينا نفرض لو 5% من الاستيرادات على 100 مليار دولار بالسنة، راح نطلع مبلغ محترم يرفد جانب الموازنة. بكلمة واحدة كيف تصف النظام المصرفي في العراق؟ حقيقة النظام المصرفي اليوم بالعراق هو في تراجع أيضا، ولولا هذا لولا هذا التراجع لما اتفق البنك المركزي مع الأوفاك، مع نظام السويفت، مع شركة الكيتو، مع شركة الأيمن وشركة الأرنست وينغ،
هذه شركات مو تجي لسواد عيوننا ومو تجي ببلاش، يعني احنا هذه راح تتعاقد ويا البنك المركزي. نعم. وبالمقابل البنك المركزي راح يدفع اموال مقابل الاستشارات والتدقيق الدولي. زين. هذا تدقيق دولي اولا يخدم الامريكان انه يعرفون الاموال وين جاي تروح، وثانيا هم يرفضون هذه الشركات بالاموال التي تاتي نتيجه التعاقد بينها. نعم. وبين مختلف البنوك شكراً المركزيه. شكرا جزيلا الخبير. نعم. في الشان المالي والمصرف الدكتور احمد هداد. شكراً جزيلا. كل الشكر الى مسؤول شعبه التخطيط والمتابعه بغرفه تجاره بغداد الاستاذ عمر السوداني. حياك الله. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. نصل الان الى موجز يلخص ابرز اخبارنا المحليه لهذا اليوم لنتابعه. السوداني يوجه بتسهيل حركة السير في مختلف الاتجاهات بمشاريع فك الاختناقات المرورية. المالية النيابية تبحث مع وزارة الكهرباء تقديم الخدمات للمناطق الزراعية والعشوائية مقابل دفع مستحقات مالية. وزير النقل يشكل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات تأخر رحلات السفر في مطار بغداد الدولي. مديرية الاستخبارات العسكرية تعلن ضبط أكثر من 20,000 حبة مخدرة في محافظة الأنبار. وزارة الإعمار والإسكان والبلديات تعلن عن تهيئة مواقع تنفيذ مدينتي الجواهري والغزلاني السكنيتين. الحصاد انتهى. شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على ألف خير.